بعد قليل ستبدأ مراسيم تسليم درع البطولة الوطنية لكرة القدم الاحترافية للموسم الرياضي 2023-2024 لنادي الرجاء الرياضي. لنرحب جميعا اسلام بن مكشور رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، السيد محمد جدار نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، السيد عادل هلا النائب الاول لرئيس نادي الرجاء الرياضي، والسيد مصطفى حنان النائب الثاني لرئيس نادي الرجاء الرياضي. إذن ما زلنا أكيد مستمرين في توزيع الميداليات على الطاقم الإداري والطاقم التقني. اللحظة يتقدم اللاعبين أبطال
أبطال الموسم الرياضي 2023-2024 يتسلم ميداليات التتويج. هنيئا مرة أخرى للرجاء الرياضي. اللحظة يتقدم عميد الفريق حامي العين أناس الزيتي، وسيتفضل السيد عبد السلام بن القشور رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بتسليم درع البطولة لعميد الفريق أناس الزيتي. الشكر موصول للجامعة الملكية المغربية على تنظيمها المتميز، والشكر موصول لكل الطاقم الإعلامي الجسم الصحفي الحاضر وبقوة بملعب أكادير.